أهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البلبل يأتيكم من خلال The Living Tongue. معكم أشرف وأنا معكم إناس. كيفك إناس؟ تمام أشرف. موضوع حلقتنا اليوم عن التعليم بالأردن. تعرفي إناس إنه نظام التعليم في الأردن يعتبر واحد من أجود أنظمة التعليم في العالم؟ وهل تعلم يا إناس إنه بلغ الإنفاق على التعليم في الأردن 13.5% من الناتج المحلي، وهذا يعتبر مبلغ كبير فعلاً مقارنة مع الاقتصاد الأردني. مظبوط أشرف. نعم. في عدة مواضيع كثير ممكن إحنا نتناقش فيها، الموضوع كبير بس إحنا رح نلقي الضوء على أهم النقاط. بالبداية إحنا لازم نعرف إنه الطالب بيسجل للالتزام والالتحاق بالمدارس من سن 6 سنوات. هلا 6 سنوات أشرف سابقاً، ابتداء من السنة هاي صار إجباري التعليم من 5 سنوات. تمام، أنا حبيت أذكر هذا الموضوع عشان أول شيء إيش كان سابقاً. فعلاً هي لأنها شغلة جديدة. كنظام قياسي أو ستاندرد أو ثابت هو 12 سنة دراسة من عند 6 سنوات ولغاية 18 سنة. طبعاً إحنا هلأ زي ما أنت ذكرتي ناس اتعدلت الأعمار، صارت من 5 سنوات لـ18 اللي هو من الصف التمهيدي لصف التوجيهي. نعم. طبعا التمهيدي كان احنا قبل ذلك كان اختياري. صحيح. ما كان الزامي، يعني كانت كتير ناس بتسجل لأولادها بس ما كان الزامي من الحكومة. نعم. يعني كان بس تعليم خاص اللي بده يحط، يعني يكون بس مدارس خاصة. بس ابتداء من هاي السنة المدارس الحكومية ألزمت لأنه يدخل الطالب على المدرسة من عمر 5 سنوات، يعني صار إلزامي صف التمهيدي، نظام إجباري حتى في المدارس الحكومية الطلاب من السنة التمهيدي اللي هي 5 سنوات. 5 سنوات بالضبط. صحيح. طبعا مش لازم ننسى أنه التعليم بالمدارس الحكومية باللغة العربية كنظام أساسي، وكمان يكون في تدريس لمادة اللغة الإنجليزية، بس فقط بحصة اللغة الإنجليزية بيصير التدريس باللغة الإنجليزية، ولكن باقي التدريس باللغة العربية. باللغة العربية كل الحصص ما عدا حصة واحدة اللي هي حصة إنجليش. اللغة الإنجليزية. صحيح. طبعاً إحنا بنعرف في بالأردن في سنة صعبة جداً على الطلاب، وأكيد أنت مريت فيها يا ناس زي ما أنا. ضغط نفسي اسمها. اسمها سنة التوجيهي. التوجيهي هي السنة الأخيرة في الدراسة الهاي سكول، الثانوية العامة نسميها، وهي اللي بتأهل الطالب بناء على معدله اللي بيحصله بعد الامتحانات انه يروح على الجامعة او على الكلية او على المعهد، ولو راح على الجامعة ايش التخصص حسب معدله اللي بيحصله. فهي تعتبر سنة مصيرية وحصيلة كل سنوات الدراسة وجهود الاهل وجهود الطلاب والمدرسين عشان يحصل اعلى معدل عشان يقدر يأهله لدخول الجامعة ويدرس التخصص اللي هو بيحبه. كمان أشرف نحكي لهم إنه امتحان التوجيهي عادة بتكون الأسئلة توضعها الوزارة. نعم. يعني وزارة التربية والتعليم. صحيح. بالضبط. يعني إحنا بالسنوات المدرسية كلها الأسئلة بتكون أسئلة الامتحانات، المعلمين هم اللي بحطوها، بس الموضوع إنه الوزارة هي اللي تحط الأسئلة هذا بخلي رهبة عند الطالب. ليش؟ صح. لأنه الأستاذ تاعه اللي درسه بيكون يتعود على نمط أسئلته. مزبوط. بس لما يجيك أسئلة من الوزارة ما بتعرف مين اللي حطها أو إنه شو نمط الأسئلة تبع الأستاذ اللي حط اللي اختار لك الأسئلة، فهاي صح. شوي بتسبب للطالب القلق والخوف. طبعا في أسئلة موضوعية اللي هي ضع دائرة، في أسئلة يكتب فيها، في أسئلة تفكير. أشرف كمان يعني أنا بحكي إنه الضغط الكبير أنا بتوقعه جاي من الأهل. الأهل جداً. كتير بتكون بدها ابنها أو بنتها ينجحوا ويجيب أعلى معدل. بالضبط. وإنت كيف تجيب أقل من ابن الجيران، ويلا وبدنا نفرح فيك تدرس السنة المعينة تخصص معين. فالطالب هون بحس بالضغط، يعني بصير أنا بدي أجيب معدل مشان أبوي، أنا بدي أجيب معدل مشان ابن خالي نجح، أنا بدي أجيب أكتر منه. صح. فهي شوي ضغط الأهل هو اللي بخلي الموضوع له رهبة، واللي أنا بشوفه يعني زيه زي أي صف عادي. يعني أنا عفواً أشرف. نعم. أنا فعلاً خفت وأنا توجيهي وتوترت، بس لما دخلت الامتحان اكتشفت أنه امتحان عادي، بس إحنا اللي عملنا له هذا الضغط والخوف. ما هو الأهل بيعملوا زي تحدي. فعلاً. لازم تنجح، لازم ترفع راسنا، أوعك أوعك أوعك. طالب بنضغط بحس انه ما فيش مجال، يعني بدك تنجح غصب عنك. بس صراحة النجاح حلو. والله النجاح حلو يعني. واعلان نتائج التوجيهي حلوة. خليني احكي لك عن تجربتي واحكي للمستمعين عن تجربتي كيف اعلان النتائج. طبعا سنوات طويلة لما انا تخرجت بالتوجيهي
كيف رحت شفت النتائج؟ لا كان في أونلاين ولا كان في إنترنت. رحت على المدرسة طبعا، أخذت مواصلات ودخلت على المدرسة، على شبابيك أحد الصفوف المدرسية مطبوع الأسامي، فبدك تشوف الأسامي وبدك تقرأ وتشوف إنه بجنب اسمك ناجح، وإذا ناجح قديش معدلك. بشرنا أشرف في نجاح. في نجاح الحمد لله. طبعا لما نرجع عند البيت ونخبر الأهل ويكون أهل مبسوطين والزغاريد والاحتفال. طبعا الاحتفال بيجي بعدة طرق، بيجي حسب ميزانية الأهل. إحنا يعني كان متواضع اللي هو شريط كهربائي نازل منه لمبات إنارة معدة ألوان، واستأجرنا يمكن حوالي 50 كرسي ونادينا الأهل وكانوا عباب البيت، وهاي الإنارة ودي جي وموسيقى وكنافة. ويعني هذا الاحتفال. طبعاً في عائلات طبعاً مناسف بتكون الاحتفال حسب الميزانية. في عائلات ممكن يعملوا بفنادق، في عائلات ممكن. فطبعاً برجع لميزانية الأهل، بس إحنا عنا بالأردن الاحتفال بالتوجيهي مميز، يعني مثل الاحتفالات بالأعراس. الأيام هاي كيف الطالب بيعرف النتيجة؟ ما شاء الله وهو في البيت أونلاين. على موبايله أونلاين بيعطي رقم التسلسل للطالب، بيعطي النتيجة ناجح، وإن شاء الله يكون كل ناجحين. أشرف كمان بدنا نحكي إحنا بالأردن عن التعليم الخاص اللي هي المدارس الخاصة. هلأ المدارس الخاصة تعتبر مكلفة جدا، بس في ناس كتير بتفضل التعليم الخاص عن التعليم الحكومي. ليش يا ناس؟ طبعا انت بتعرف أشرف انه احنا الأردن دخل علينا عدد كبير من اللاجئين. نعم. فهذا عمل اكتظاظ بالمدارس الحكومية. صحيح. يعني المدرسة الصف الواحد كان زمان يكون فيها 25 طالب، الآن ممكن تقول انه فيها 60 طالب. صحيح. الغرفة الصفية فيها 60 طالب. بنسمع. فهذا الاشي ما بدنا نقول ضعف في التعليم بالأردن، هو التعليم زي ما هو، بس لما يكون في 25 طالب مش زي لما يكون في 60 طالب. العدد كبير. العدد كبير، أكيد رح التركيز على الطالب رح يقل، فهذا الإشي خلى الناس شوي تتجه للمدارس الخاصة لأنه في طلاب بصفوف أقل، في تركيز أكتر على التدريس. مظبوط. وكمان أشرف موضوع المدارس الحكومية ما في مواصلات مؤمنة للطالب. فهذه كمان من المساوئ اللي خلت الأهالي يضطروا يسجلوا بالمدارس الخاصة عشان موضوع المواصلات، لأنه أحيانا في أطفال بأعمار صغيرة يعني الأهل ما بيقدروا هم يودوا ويجيبوا أولادهم على المدارس، فبيخافوا عليهم. طب كيف بيودوهم على المدرسة إذا هيك؟ هلأ في باصات طبعا، مش الميني فان هدول بالضبط. باصات مش مرخصة، أو مش مرخصة لتوصيل الطلاب، لنقل طلاب مش مرخص. بالضبط. يعني عن جد هو فعلا المدرس يعني بالمدارس الحكومية الله يعينه، لما يكون عنده 50 طالب بالصف، لو بده ياخذ سؤال من كل طالب، لو بده يعيد الشرح لكل طالب، أو بده ياخذ استفسار، تخلص الحصة وهو مش مخلص الشرح. مزبوط. ففعلا تحدي الله يكون بعونه. الطالب ما بياخذ حقه من التعليم، والأستاذ برضه ما بيقدر الحصة الصفية 45 دقيقة، شو بده يلحق؟ ما رح يلحق. بنيجي هلا على الجامعات الأردنية. في عندنا حوالي 25 جامعة أردنية في الأردن، تقريبا نصهم قطاع خاص ونصهم جامعات حكومية. أول جامعة في الأردن اللي هي الجامعة الأردنية تم بناها في فترة الخمسينات، وبتضم آلاف خنول من الطلبة الغير أردنيين كمان، عرب أجانب من كل الدول العالم، بدرس اللغة العربية، بدرس الشريعة، بدرس عدة تخصصات، لأنه الجامعات الأردنية سمعتها ممتازة جدا بالتعليم، تعليمها قوي جدا. نعم. طبعا مثل كل دول العالم التعليم في الجامعات الحكومية أرخص من التعليم في الجامعات الخاصة، بس للأسف كمان الأردن بما أنه لسه يعني الأردن لسه اقتصاديا مش قوي، فالتعليم حتى في الجامعات الحكومية مكلف نوعا ما. أكيد. يعني في نسبة معينة لازم يتحملها الطالب، إلا إذا في طلاب متفوقين بتكون عندهم منح مجانية. نعم. بقدر يدرسوا تعليم كامل مجاني، بس إحنا يعتبر عنا التعليم بالأردن ليس مجاني، وفي عائلات كتير ما بتقدر تعلم أولادها. نتمنى أنه نكون إحنا وضحنا شوية معلومات للمستمعين. أشكرك ناس على مشاركتنا بهذه المعلومات، جدا جدا رائعة. وأشكرك أنت كمان أشرف. نشكر المستمعين على المتابعة لهذه الحلقة واستماع لنا، ونتمنى أنه تكون عجبتكم، وتابعونا بحلقات تانية. هذه الحلقة تأتيكم من خلال The Levantang. شكرا لكم ومع السلامة.